شو؟ لا ما تحكي له كيون البرايم اللي بيحكي مين أمك بياض؟ أمك بياض؟ ما حكيت شي بعد بس هون أكيد على العالم برضه رفايال. اولا ريتمك كل الوقت راكد صح بدك تخلص من الغنيه وبدك تخلص من يعني بين انه بدك تلفها وتفل يلا بدي اروح على البيت ناطرينك اهلك ايه شو يعني عشاء امك يعني ملوخيه ومش طيبه طيب انا ما بحب الملوخيه بس انه هلا تنتفي انه كل الوقت كنت راكد تاني شيء طبقه واطي عليك يعني وطيتها نص عن يا اخي ايه بس ما بدك توطيها نص عن كثير طبقه انطلب منك اوكي ظلمتك طبعا هيدا منه رافائيلي انا بعرفه يعني هذا لونك بالموسيقى هالاغاني بتلبق لك قلت لك هذا حكينا فيه قبل الموضوع انه هذا نوع الاغاني هيك الهضامي وعندك اياها بس غريب ما شفت رافائيل بغنيه يعني اللي مستنظره كنت منك ما عملته خوفك من نومينيشن خوفك انت حاس حلبك تفل كنت ما بعرف عم استلشي ما بعرف بس ما اتس نوت رافائيل انا لا بهذا الاستلشاب ودي لهالشيء استلشاء بودي هل أو شيء بين عم تركض بالغنية بدك يعني بدك تخلص قبل الموسيقى تفل على البيت. شيء تفاجأت بعدد الجمهور اللي كان هيدا. شو عدد الجمهور؟ إنه اللي قد كان عم يصرخوا. ماني متوقع وماني متوقع أصلاً كتير أمور نفسياً يعني صارت وهيك ممكن أدت ممكن لهال performance العادية جداً أو إذا بدك عاطل بنظر. أنا قلت بكتلك أنا قلت مثل فوتك قلت بك تاكل جمهور أكل تاكل مسرح مثل يابا يابا يا فايت واحد طارقك قتلي جوا خبطينك ومطعينك على المسرح بالقوة وبدك تفل هيدي الترفوم مش هي معناتها هيك مبين عمل شو العمل؟ عمل؟ ما بعرف غير هيدا جمعة تجي جمعة تجي حسابك ما بعرف أنت برفورمنس تبعك بتحدد لك موقفك من البروجرام ومن العالم وبنجاحاتك ما هي الإنسان هو كمان مسؤول عن أفعاله هيدي البرفورمنس زمطت فيها دينا لأنك أنت ضعيفة يمكن مشان هيك أنت نجحت أو تصويت كان I don't know شو المشكلة بس most probably بالتصويت وأنت الله بحبك عندك بريزانس يعني حضور أقوى من دينا أنت حضورك كرفائيل بالنسبة لي أقوى من دينا هيدا اللي أنقذك
بس مغنيك بهيدا ضعيف لونك يا خي كمان، هاي غلطة كبيرة.